لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله في حسن الأسوة: باب ما ورد في بكاء المرأة على الصبي. كأنه يذكر في ذلك ما ورد، وإن كان منهيا عنه إذا تجاوز الحد المشروع، ذلك أن بكاء المرأة والرجل على من فقدوا من أحبابهم على نوعين: نوع لا يعذب الله به بل هو مباح، بل هو دليل على الرحمة التي يحب الله وجودها في قلوب العباد، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بكى على ابنته زينب، فقالوا: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وقال لما مات ابنه إبراهيم وبكى أيضا صلى الله عليه وسلم، قال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا النوع الجائز الذي ليس معه تسخط، وليس معه نياحة، وليس معه صراخ، وليس معه شق جيوب، ولا خمش وجوه، خمش الوجه يعني بالأظفار، ولا نشر شعور تنشر شعرها، وربما تشده حتى تحلقه أو تحلقه، تشده حتى تنزعه أو تحلقه. الحالقة والشاقة والصالقة التي تصيح وترفع صوتها، فهذه كلها من النياحة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها جعلت يوم القيامة، بعثت يوم القيامة عليها درع من قطران، سربال من قطران ودرع من جرع. يبقى احنا بنقول نوعين: النوع الأول الخالي من أمور النياحة ومن أمور التسخط ومن شق الجيوب وضرب الخدود ولطم الخدود ونشر الشعور وخمس الوجوه. النوع الثاني الذي فيه هذه الأمور والذي يتعاظم شعور الإنسان بالمصيبة حتى يترك ما وجب عليه ويفعل ما نهي عنه، فهذا النوع من البكاء محرم لما يتضمنه من عدم الصبر. عن أنس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها، وفي الروايات الأخرى عند قبر، كانت ملازمة للقبر وتبكي، فقال لها، فقالت: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي، انت مش حاسس بي، وما تبالي بمصيبتي، وقالت: اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. كأنه يشعر انه هو الوحيد الذي اصيب في العالم، او ليس هناك احد اصيب بمثل هذه المصيبة، ويستشعر ان الناس لا يشعرون بألمه بالدرجة الكافية، أنهم لا يبالون بما أصابه. فقالت: وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، يعني وقعت. أنا قلت كده للرسول صلى الله عليه وسلم، فهكذا يعني. فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين،
صلى الله عليه وسلم لم يكن له بوابون ولا حجبة ولا حراس، وهذا حال النبوة دون حال الملك، والذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام بإشارة جبريل أن يكون عبد الرسول. فأما الملوك فلا بد لهم من بوابين وحجبة وحراس ومن يمنعون الناس من الوصول إلا أن يأذن هو، فلم ترد على بابه بوابين. هذا هو التواضع الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام. قال فدخلت وقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال الصبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر أي الصبر المثاب عليه، الصبر العظيم الأجر الذي يوفى بغير صاحبه الأجر بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عند الصدمة الأولى عندما تصيبه المصيبة ماذا يصنع؟ أول ما تصيبه الصدمة الأولى أصابته كأنها جاءت مسرعة فصدمته. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. حتى لو فعل الله يا رب شيء يعني سمعت خبر مثلا، هذا الأمر هو الذي يعني يحكم على الإنسان به، وفي صبر هيجي بعد كده. الصبر اللي هيجي بعد كده تلقائيا، لم تنتهي حياة الناس بفقد أحبابهم أو بضياع أموالهم. لا، البشر طول عمرهم عمال تجيلهم ايه الحياة، ما الحياة تستمر زي الكفر اللي ما عنده، الملحدين اللي ما عندهمش ثواب ولا آخرة، ايه اللي بيحصل؟ القلب بيتعود. فالصبر اللي جاي بعد كده ده صبر طبيعي، صبر تلقائي، ليس هو الذي يثاب عليه الإنسان عند الله عز وجل. ولذلك مسألة بقى ان هو يصيبه هذا الذي أصابه بطريقة غير تلقاء، بطريقة يعني غير مقصودة، لا هو مقصود بلا شك، لأن ما فيش إيد هتطلع تلطم إلا إيه، هو اللي بيحركها أو هي اللي بتحركها، وما فيش واحد هيشق هدومه، وهو إلا لو هو بقى غاب عن وعيه بقى مجنون، خلاص يبقى المجنون سقط عنه التكليف، بس مش هياخد الثواب المجنون. أقصى شيء عن المجنون يبقى إيه؟ يبقى يرفع عنه. لكن هو هل وصل إلى الجنون فعلا وأصبح فعلا؟ أصلا أنا ما كنتش حاسس. فعلا أنت كنتش حاسس؟ ده أنت بتقعد تحكي القصة. أصل هم قالوا لي ورحت جاي، أنا ما صدقتش ورحت جاي، حصل مني بقى اللي حصل ده. وهي بقى طبعا الموضوع ده في النساء أكثر، ولذلك ورد الوعيد في النساء مشددا، النائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة عليها سربال من قطران شديد الاشتعال، ودرع من جرب زي فستان من الجرب تظل تحك، وهو أصلا في حر القطران، يعني القطران المشتعل في حر جاء يعني يوم القيامة، فيبقى في حال فظيع والعياذ بالله. النياحة على الميت من أمور الجاهلية، وهذا الوعيد يدل على أن النياحة من الكبائر، ولذلك كان مما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء في بيعتهن في ولا يعصينك في معروف، قال لا ينحن. النياحة من الأمور الفظيعة التي تقع خصوصا من النساء، وهناك بعض الرجال يقع منهم ذلك ويصيح أيضا أثناء البكاء، لا ينبغي أن يكون هناك صوت أو كلام منكر، وهذا هو الخطر الأشد، ربما يصل الأمر إلى الكفر أحيانا فيما يقوله المتسخط على الله عز وجل، وكأن يعني أن الله قد ظلمه ويعني أخذ منه ما هو حق له، وليس كما هو في الحقيقة ما قالت أم سليم يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فأخذوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم أو فأرادوا أخذ عاريتهم
ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. إنسان لو فكر بهذه الطريقة في كل ما فقده من أهل أو مال أو ولد أو غير ذلك من مصائب الدنيا أو وظيفة، كل حد من يعني كده هبة من الله. إحنا اتولدنا وإحنا عندنا حاجة، وحتى أهالينا مش إحنا ما كناش حاسين بيه. يعني مين اللي بيحس هو في 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 المهد إن دي أمه دي أبوه؟ ده سبحان الله يعرف أمه بعد شوية، ولو جات له أم بديلة خلاص تعلق بها. فسبحان الله، فكل حاجة هبة من الله عز وجل. إحنا بنتولد عراة حفاة لا نملك شيئا لا نعرف شيئا إلى أن يهبنا الله عز وجل. فإذا أخذ شيئا وهبه لنا فليس لنا أن نعترض وليس لنا أن نتسخط. البكاء محتمل لأنه رحمة، وكما ذكرنا الرحمة يرحم الله أصحابها، رحمة يجعلها الله في قلوب من شاء من عباده، ولكن دون صياح ودون عويل ودون كلام سيء ودون أفعال منكرة. وزيارة النساء للقبور مكروهة ومنهي عنها وإن لم يعزم عليهم في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. كيف ولم يعزم علينا؟ لأن اتباع الجنائز يستلزم زيارة القبر. قد قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، دليل على أن هذا كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم. ما إلى على الله زورات القبور؟ لعن الله زورات القبور، زورات صيغة مبالغة، فهي تكثر الزيارة. ولا وهذا الذي يترتب عليه فعل المحرمات من التسخط ومن ترك الواجبات، ربما تبقى أياما لا تصلي لأنها فقدت قريبها أو ابنها أو نحو ذلك، فيترتب عليه فعل هذا المحرم. يبقى زوارات القبور هي التي تكثر الزيارة فيقع منها محرم، وليس أن تزور نادرا. فإن زارت نادرا كما قالت عائشة لما زارت قبر أخيها عبد الرحمن لما مات وهي غائبة، فقالت لو شهدتك ما زرتك، فبررت لماذا ذهبت إلى القبر، لأن الرسول لأنها لم تشهد جنازته، فهي تحتاج إلى الدعاء له. وكذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ما تقوله عندما تزور القبور؟ قولي قولي الله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا كان لعائشة، ولم يقل لها لا يجوز أن تذهبي أصلا، كما شدد البعض في ذلك حتى جعلوا ذلك محرما مطلقا. والحديث كما ذكرنا إنما هو في زوارات بصيغة المبالغة، وهذه لأنها يقع معها المحرم. زي ما قلنا الضابط في البكاء هو اللي موجود في زيارة القبور، لكن زيارة القبور أصلا منهي عنها للنساء دون أن يعزم عليها إلا إذا ترتب عليها منكرات حرمت. كراهة التنزيه في اتباع الجنازة. رجعنا مأزورات غير مأزورات، حديث ضعيف. بس بنقول كراهة مكروه نهينا منهي عنه لكن دون عزم دون تحريم. في حالة في الطرف ان هي مثلا مع مثلا واحدة صاحبتها مصابة اصابة فلا رايحة في الجنازة فمش عايزة تخفيف عنها. لا مفيش ضرورة، مفيش ضرورة اتباع الجنازة اصلا منهي عنه، ولكن زي ما قلنا نهي تنزيه. المفروض تقعد معاها في البيت وتخليهاش تروح إلا لو أنها سوف ترتكب منكرا
فتريد أن تمنعها من ذلك المنكر فينظر في ذلك. لا ما تفرقش. نهينا عن اتباع الجنائز من أول اتباع الجنائز. مش لازم تقول أنا هروح المقام أنا هروح وراهم واستنى بره. لا. حتى لو من طريق تاني. ما هو اتباع للجنازة برضه. هي عايزة تروح ده زي ما قلنا كده ان زيارة المرأة للقبر استثناء. بما ورد في إخلاف المصيبة بخير منها. عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بمصيبة فقال ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أو وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. شهود ملك الله عز وجل إنا لله. هذه اللملم الملكية. نحن مملوكون لله. نحن وما معنا من أبنائنا أو من أولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا وأهلينا وأموالنا. كل مصيبة سواء في المال أو النفس أو البدن إنا لله وإنا إليه راجعون. شهود ملك الله عز وجل الذي يجعل العبد من الموقنين ويرزقه الله شهود الحقيقة أننا لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نملكه لغيرنا من الناس. ثم إنا إليه راجعون تذكر الآخرة وأننا جميعا سنرجع إلى الله. وهذا والله يهون كل بلاء. لأن الإنسان إذا علم أن هذا الألم له نهاية كما أن اللذة لها نهاية هذا يجعل العبد إذا استحضر اليوم الآخر استحضر الإيمان باليوم الآخر وتذكر أنه إلى الله راجع وكل ما معه من لذة وألم سوف ينتهي فسوف تهون الآلام ويسهل تحملها كما أن اللذات لا تتعاظم في قلب العبد لا يصبح تعلقه بها تعلق صاحب الجنتين ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة نعوذ بالله ولا أن يقول هذا لي ولا أن يقول إنما أوتيته على علم عندي ولا أن يتفاخر على الناس أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا كل هذه الأمراض بسبب عدم الإيمان باليوم الآخر أو نقصه على الأقل فلو تم إيمانه باليوم الآخر وأنه راجع إلى الله لم يفرح فرح الغرور والبطر ونسبة الفضل إلى النفس وشهود كمالات وهمية لها هي ليست منها إنما أعطاها الله عز وجل إياها لينظر كيف تفعل فشدة الفرح وشدة الحزن علامة على ضعف الإيمان باليوم الآخر لأن من كما نظر أحدهم إلى داره فقال لولا الموت لكنت بك مسرورا ولولا الموت لقرت بالدنيا أعيننا فالإنسان مطلوب أن يكون عنده قصد في المشاعر توسط في المشاعر التوسط ده من أين يحصل له يحصل له من شهوده أنه إلى الله راجع ثم يطلب من الله أن يعطيه الأجر على المصيبة على الصبر عليها وعلى الاحتساب وعلى عدم وعلى ترك ما حرم الله عز وجل مما يفعله الناس عند المصائب ويطلب الخلف من الله عز وجل يطلب الإخلاف أن يخلف الله خيرا منها قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة بقى شايف ما بقى لا يرى سبحان الله
قال: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إني قلتها. ساعات الواحد يبقى مش مقتنع، مش شايف الحكمة مما أمر به فيمتثل. قالت: ثم إني قلتها، فأخلف الله لي رسوله صلى الله عليه وسلم، هو خير من أبي سلمة بلا شك. قالت: فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا للحتة الجميلة جدا، انها بتقول ايه؟ أخلف الله لي رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ليش الرسول هو اللي عوضني، أخلف الله لي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت له: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. يبقى الدعاء اللي الغيرة عندها صعبة جدا ومش مستحملة والأمور شقة عليها، مش بس في الموت، في الجواز يعني خصوصا، الغيرة مش في الموت، اللي زوجها يتزوج عليها أو لها ضرائر، تعمل إيه؟ تدعو الله وتوصيه أن يدعو الله لها. حل والله عظيم لو صدقنا فيه وصدقنا الدعاء، يعني الله عز وجل وعد بالإجابة. قال: وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. الغيرة منها محمود، أن يغار الرجل على أهله، أو يغار الإنسان من الفواحش، لأنها أن الله يغار أن يأتي عبده محارمه. وغيرة محرمة وغيرة محتملة. أما الغيرة المحرمة فهي التي يكون معها الغل والحسد والبغض الذي لا يجوز بين المؤمنين. امرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة ازاي تبغضها؟ على ماذا تبغضها؟ تبقى لا تحتمل يعني النظر في وجهها طول الحياة. وأبغض شيء عندها هذه المرأة التي تزوجها زوجها، وهذا أمر غير جائز وغير ما، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا. والغل غير جائز، والحسد غير جائز، وكذلك المكر والكيد غير جائز، ومن ذلك أن تطلب طلاقها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلب المرأة طلاق أختها. يبقى حرام إنها تقول طلقها عشان نستمر، ده انت لو طلقتها يبقى هفكر اعيش معك. الله، يبقى انت بتطلب الطلاق على ايه؟ يعني ما بتهدد بقى عشان العيال وعلشان في مصالح كتيرة فبتهدده بانها تطلب الطلاق او تختلع. احنا بنقول الخلع ده لابد ان تكون قد وصلت الى ان لا تطيقه بغضة، وهي بتقول انا اعيش معك بس ايه؟ بس طلعها. يبقى انت ليس انك لا تطيقينه بغضة، ده انت تطيقين الحياة معه، بس انت مش عايزة التانية. فهذه الغيرة وأدت بها الى ان تطلب الطلاق من زوجها من غير بأس، وتختلع من غير بأس. البأس ده مش انه جوز عليه، البأس اللي ينفع انها لا تطيقه بغضا، كما قالت جميلة رضي الله عنها مع ثابت بن قيس. قالت: لا أطيقه، أكره الكفر في الإسلام. عارفة أنها مش هتأدي الحقوق من شدة البغض، لكن أنت تبقى عارفة أن أنت بتحبيه بس أنت عايزاه لوحده، فمثل هذا أمر منكر ولا يجوز، لأن المخترعات هن المنافقات. مخترعات يعني من غير بأس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام. فطلب الطلاق من غير بأس، من غير ضرر حقيقي معتبر من جهتها أو من جهتي. طبعا لو من جهتي هو بيضربها، بيشتمها، بيمتنع من النفقة، بيمتنع من المعاشرة، بيظلمها في القسم،
يبقى ده من حقها انها تطلب الطلاق، لان هذا فيه بأس، ده الضرر. لكن مش الضرر مثلا ان هو ازاي فكر ايه يرتبط بواحدة تانية، لا ليس هذا هو الضرر. يعني لو هددته قبل ما يتجوز عشان ما يتجوزش واختارها هي، تبقى هي كده ارتبط على الحديث. لو هي قالت له هتطلق لو انت اتجوزت، ما انا هي تسال طلاق اختي ما هي ما هو إيه؟ ليس لها ذلك، هذا ليس طلاقا ببأس. تهدده بالطلاق ليه؟ فين البأس هنا؟ البأس معتمل عندها انها بتكرهه، مش ان هي مش مستحمله ان هو يتجوز. امال يعني الامر ده فعلا ربما وصل في بعض الاحيان الى رفض الشرع الاسلامي، وهذا خطر عظيم على 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 النساء. والموضوع ده على فكره يعني الاثر فيه هو الاثر الاجتماعي، مش ان هي مش مستحمله، هي مش مستحمله نظره النساء ليها، مش مستحمله ان هم يقولوا لها يعني عليكي، ربنا يصبرك، والله قلبي معاكي، انا ما شفت معلي هو عمل كده ليه. هي النظره دي القاتله لدى النساء، فعشان كده مش مستحملين ان هو يتجوز، مش انها مش قادره تغيب عنه يوم كل يومين. صعب عشان هو المجتمع بقى صعب. يعني اقول لكم حاجه، يعني المجتمعات اللي فيها ان الامر ده عادي، هم دول مش نساء، يعني المجتمعات العربيه مثلا، العرب عندهم انه يتجوز عادي. الصعايده كان زمان، دلوقتي طبعا باظت، بس انا بتكلم على ان الوضع ده هم دول مش النساء ولا ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. دول معظم الصحابة عندهم ايه؟ اكثر من زوجة. هم دول مش كانوا نساء ولا ما عندهمش غيرة؟ عندهم غيرة محتملة. عشان كده قلنا الصعوبة دي، الغيرة دي منها غيرة، قلنا المحبوبة دي مش هي اللي موجودة في الباب ده خالص. الغيرة المباحة انها بتبقى في حاجة فطرية طبيعية، يعني ما يعني لا تحب ان يكون معها شريكة في زوجها، تتمنى ان يكون معها كل ليلة، وربما بقى تعمل ايه، تكسر لها الصحن زي ما ايه عائشة رضي الله عنها وصفية اظن. طب يدخل تحت العادات ان احنا بنوصل النساء تهتم بزوجها عشان ما تجوزش عليها؟ يعني احنا بنحاول لما بنلاقي الزوجة عايزة تجوز نقول لها اعملي كذا وكذا عشان ما يبصش عليها. طب ماشي، بس ما تكبروش الموضوع عندها، اقول لها اهتمي بزوجك لعل ده يكون هو السبب، ولكن لو حدث ذلك فلا بد ان ترضي بقضاء الله، ولا بد ان تحتسبي. واذا كانت مصيبه ان فقدت بعض ايام من زوجك فاحتسبي وادعو الله ان يخلف لك غير خيرا منها في الاخره. شوف انا عشت في السعوديه كتير، ما لقيتش الا بيتين بس اللي كانوا موفقين في هذا الامر، بقيت البيت كلها صراحه والله يعني كان البيت التاني، البيت بتفشل والاولاد بيبقى اسوء. لا، عدم وجود الراعي في البيت يوميا دي مشكله. فانا مش معنى كده ان انا بسيب الشرع، لكن انا بقول لحضرتك يعني من واقع الحياه، واقع الحياه فيه امثله ناجحه وفي امثله غير ناجحه. على اي الاحوال لو كان البيوت قريبه بالنسبه للاولاد، يعني ممكن يكون البيوت قريبه بحيث يرعى الزوج اولاده كل يوم، الامر ده مش مستنكر. بس المشكله في اللي بتعمله النساء يوم يقول ايه لازم اخليها بعيد، والا فالاصل حجر نساء النبي عليه الصلاه والسلام كلها ايه؟ قريبه من بعضها، لان الغيره اللي عندهن طبيعيه ومحتمله، غيره مباحه. النهار ما فيش قسم، النهار يتحرك من البيوت، إذا القسم مش في النهار. لا، هو القسم تابع، القسم بالنهار تابع الليل، لكن يجوز الدخول للحاجة. يعني على غير صاحبة النوبة يدخل للحاجة، من ضمن الحاجة دي نشوف الأولاد. فما فيش مانع أنه يدخل نهارا لحاجة الأولاد، أو يأتي لهن بالطعام إذا لم يكن عندهن طعام مثلا ونحو ذلك، ولا يدخل ليلا إلا للضرورة. حد واحدة عندها زايدة، واحدة عندها الحريقة ولعت، في تعبان في البيت، يبقى هذه الضرورة. باب ما ورد في أجل الصبر على الصرع. عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي.
قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت أصبر فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها أخرجه الشيخان. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهاش في التكشف اصبري، لأن هذا أمر يحب الله، يحب الستر، إن الله حي ستير يحب الستر، فالله لا يحب أن تنكشف عورة المسلمة. المرأة السوداء دي دليل على أنها لم تكن كاشفة، يعني لم تكن ساترة وجهها. قال ولذلك نقول إن المرض الذي يصاب به الإنسان يشرع الصبر عليه، ولو لم يطلب من غيره أن يدعو له لكان هذا هو المشروع، أن لا يطلب من أحد أن يدعو له، وذلك لأن طلب الدعاء من الآخرين في أمور دنيوية هو من جنس الاسترقاء، طلب الرقية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لكمال التوكل لا يأخذ بالأسباب المكروهة أو التي هي خلاف الأولى. فطلب الدعاء من الآخرين ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام خلاف الأولى إذا كان في أمور دنيوية، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألته أن يدعو لها ألا تتكشف دعا لها ولم يقل لها اصبري، هي تصبر على الصرع على الذي كان يحصل لها. في بعض الروايات أن الخبيث يأتيها فتصرع، تقع تغلب، هذا في إثبات الصرع إني أصرع. في طبعا الصرع نوعين، صرع يعني بسبب مرض عضوي وهو الكهرباء الزائدة في المخ، وقد اكتشف هذا التفريق قديما وحديثا ذكره ابن القيم رحمه الله. وصرع من الجن، وقد أخطأ من أنكره لأن الله ذكره في القرآن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا لا يقال لكل إنسان يمر بحياته الطبيعية وكل حاجة تحصل يقول لك ده عنده مس، ده عنده سئدة. ادعاء الغيب علامة على الجهل على أحسن الأحوال، إن لم نقل على الكهانة. يعني إيه اللي بيروح يرقي وبعد ما يرقي يقول له أنت عليك مش عارف إيه كم قبيلة من الجن، وعليك 2 وعليك 3، من أين تدعي هذا العلم؟ لو أن الجني أخبرك يقول لك أنا عندي خبرة، خبرة إيه يا عم؟ ده أمور غيبية، مفيش خبرة في الأمور الغيبية. فلذلك ادعاء ان انتوا عندكم معمل لكم عمل سحر سفلي، انتوا معمل لكم معاكم مارد، انتوا معاكم عفريت، كل هذا مما يعني لازم يكون حدث الصرع عشان نجزم، وما يكونش ايه عضوي، يعني حصل صرع ونعمل رسم مخ نلاقي ايه مفيش حاجة وبيحصل له صرع فعلا يتكلم على لسانه وهو لا يشعر ويغلبه على نفسه. ده الصرع معناه صرعه غلبه، فالصرع ده معناه غلب على لسانه وحركاته، صار يتحرك بغير إرادة منه بإرادة أخرى، هو ده اللي نثبته. يطلع بقى أن 99.5 ولا حاجة من الحالات التي يقول عنها الدجالون وأشباه الدجالون، أنا أقول أشباه الدجالين وأشباه الدجالين. ليه أشباه الدجالين؟ عشان هم أصلا إخوة في الظاهر وملتحين، وبيقول لك أنا برقي بالكتاب والسنة، ثم يدعي علم الغيب ويدعي ما لا علم له من غير ما يكون الإنسان مصروع ولا حاجة، شوية حاجات صداع تنميل مش عارف إيه، ها؟ عينه بتلف، والحاجات دي هي دي علامة على الصرع. الصرع معناه أن يغلب كما ذكرنا على لسانه وعلى نفسه وعلى حركته، لما يقوم يتخبط
يقوم ليس مستقيما في مشيته، وفي أوقات تانية يبقى طبيعي خالص، وزي ما قلنا طبيا استبعد ذلك بالأحوال الطبية. يبقى مش هنقول الكلام ده ان هو عنده صرع عنده مس من غير ما يكون في صرع ومن غير ما يكون في دلائل واضحة وليس لها أمر طبي. فلذلك أنا بقول الباب ده دخل فيه المعالجون الذين يدعون أنهم يعالجون بالقرآن، ده تلبيس على الناس. ده لقيت واحدة من العرافات بدأت كلامها بتلاوة آيات الكرسي وآيات وأسماء الله الحسنى حفظها تماما، 99 اسم اللي في رواية الوليد بن مسلم. وبعدين بصيت لقيتها بتتكلم على ايه، على البرج العذراء هيحصل لهم كذا، وبرج الدلو هيحصل لهم كذا، والله ده الكهنة بعينها والعرافة فعلا اللي هي بتدعي علم الغيب المطلق وهي بتتلو آية الكرسي وأسماء الله الحسنى. يبقى ده هنقول ان واسمها الروحانية فلانة وهي ست عجوزة وحالتها كرب يعني. فهذا مما وادعاء الكشف والإلهام بقى، الحاجات دي أنا نحذر منها مع إثباتنا لوجود الصرع والمس لوجوده في الكتاب والسنة كما ترون الحديث متفق عليه. ولكن هذا الأمر ليس كما يدعيه الناس دون أن يوجد صرع، يخبرون بأن هناك سحر. عرفت منين؟ من الجني وأخبرك يقول لك أصله معاه قرين مسلم، لا أصله معاه واحد مسلم معاه. هو مسلم ولا كافر؟ ولا لو كافر قال لي في كنز هنا وأنا أعرف أدور وأبحث، فدورت وبحثت من غير أن أصدق حرغة ما لقى الكنز، حرام. ما هو الطبيب الكافر كفر هم اللي قالوا لنا الأجهزة الطبية دي بتقول لنا جوه بطنك إيه، مثلا الأجهزة الأشعة بتقول لا ده في الواد ده بلع حتة جنيه ومعدني مثلا او حصل كده. طب الاشاعات دي كفر اللي عاملينها، هنقول بقى ده مسلمين ولا كفار؟ مش هنقبل خبرهم يا سيد، ده امر محسوس. فاللي يقولك ده جن مسلم، هو ايه دخل مسلم ولا كافر؟ ايه ده؟ وبعدين هو لو هو صارع الراجل ده هو هينطق له على لسان مين؟ على لسان حد بيصرعه؟ ما هو بيكلمه ازاي؟ انا بيكلمه على لسان المصروع. هو الجني له ان يصرع الانسي؟ حرام عليه ان يفعل ذلك، لان ده عدوان عليه، عدوان ان هو يتصرف في لسانه وجوارحه دون اذن منه، لانه بيغلبه، اسمه صرع بيغلبه، وده عدوان وظلم ومحرم ولا يجوز له ذلك. فيبقى اقل احواله الفسق، ويبقى اخباره ايه؟ مردوده. يبقى انت عرفت منه وجزمت لهم والناس تصدق بقى. واصل جاء. وبعدين ما فيش حد يروح له ابدا الا لازم يطلع عليهم عفاريت، يا اما يقول له لا ده في حسد، ده في عين. عرفت منين يا سيدي؟ ما في قلب هذا الشخص، لازم يكون حد معروف بذلك، لا ده بدت في الفاظه وحركاته وصرح باشياء من ذلك، او وجرب انه كلما نظر الى انسان اصبح عائنا، زي ما الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل احدكم اخاه، بص عليه قال والله ما رايت ولا مثل عذراء قط، وجلد ولا لم ارى ولا جلد عذراء قط، لما لا بيغتسل ولا لونه ابيض يقول ايه ده ولا عمري ما شفت الحلاوه دي، ده ولا كان بنت بيضة. فسقط من ساعته. يبقى الكلام اللي قاله دليل على ايه؟ انه عائن. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك وامره بان يغتسل، واغتسل فقام كأنه ما به قلبة. اول ما اغتسل غسل ايديه ومرفقيه وركبتيه ورجليه وداخلة الازار، يعني كده يغسله من جوه وجهه، طبعا انا نسيت وجهه، يديه ووجهه ومرفقيه، المرفقين الاثنين مش اغتسال معدل، وركبتيه ورجليه، وبعدين يصب من فوق ظهر المعان ويقلب الاناء
من خلف ظهره بعد ما يصبوا الماء يقلبوها. فقام الصحابي كأنه ليس به قلباء. شوف يا بإذن الله تبارك تعالى، يبقى لازم يكون في حاجة اتقالت عشان، لكن ما تقوليش أصل ده أنت في عين، عرفت منين؟ من أين من اتهمته بذلك؟ بيصادف هوا عند اللي رايح اصلا، هو اللي رايح متهيئ نفسيا ان هو يتقال له كده. صدقت، هو متهيئ نفسيا لازم يقول له في عفاريت. عايز اقول لكم ان 99% من الحالات دي هي حالات نفسيه. صحيح. حالات هي حتى اللي الناس بيقول لك جاله العفريت، ده في صرع ازدواج الشخصيه، مش الشيزوفرينيا، لا ده نوع من الهستيريا، مرض من الهستيريا. لا هستيريا، مرض هستيري. هستيريا هو بيبقى عايز يعبر عن حاجات داخلية مش قادر يقول لهم عليها، فبيتقمص دور تاني يطلع بقى لإيه قلة الأدب اللي هو مخبيها بالشخصية العادية. بس هقول لك ده مش أنا، ده العفريت. فبيترتب على ذلك إن الناس تفتكر فعلا إن هو كده، فيراعى هذا الأمر إن يخدع به كثير من الناس، ونسأل الله العافية. هل يا شيخ معلش ممكن من محتمل وجود صورة منضبطة من الأخ بيرقى؟ أكيد طبعا في صورة منضبطة من الرقى، بس دلوقتي الناس كلها بتعرف تقرأ. فزمان ما كانش حد عارف يقرأ الفتحة، حتى فالصحابي قرأ له الفتحة. فأنتوا دلوقتي مين اللي مش حافظ الفتحة؟ جماعة ترقوا نفسيكم، ارقوا أنفسكم، لأنكم تحفظون الفاتحة والمعوذات وآيات الكرسي، فلا تحتاجون إلى أحد. بطلوا أسئلة. باب ما ورد في تعزية المرأة عن موت ابنها. عن أسامة بن زيد قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه تقول إن ابنا لي احتضر. احتضر يعني حضرته الوفاة، فاشهده. الله أكبر. فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. الله أكبر. هذا الحديث الذي فيه أنها أرسلت عليه تقسم لا يحضرنها أو لا يشهدنها، أشهد أن لا إله. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إذا نفس النبي تقاقع، الصبي نفسه كان في المراحل الأخيرة، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال له عبادة أسعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من شاء من عباده، أشهد أن لا إله إلا الله. وإنما إن الله لا يعذب بدمع العين ولكن يعذب بهذا ويرحم، عشر لسانه. نفس المعنى في إن لله نكرره، أشهد أن محمد رسول الله. إن لله ما أخذ ولله ما أعطى. فالله الذي أخذ والله الذي أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، أمور دي مقدرة قبل أن نولد وقبل أن نوجد، لا حول ولا قوة. فلذلك إذا علمت ذلك قل جزعك، كان لابد أن يحدث. بمناسبة الامتحانات بنقول اللي عندهم امتحانات يستحضروا المعنى ده، كل شيء بأجل مسمى، النتيجة مقدرة مسمى قبل أن نخلق. فهونوا على أنفسكم، وإن الإنسان الله أكبر الله أكبر بيبقى خايف جدا، لو آمن بالقدر استحضره يعني في قلبه فإنه يهون عليه الأمر ويثبت لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه التهم الصلاة القائمة. استحضار الأمر، استحضار الإيمان بالقدر يهون على الإنسان كل عسير وكل خوف، يسكن بإذن الله مع استحضار القدر.
أن ذلك بأجل مسمى، فلتصبر. الأمر بالصبر هو حبس النفس عن الجزع، حبس القلب عن الجزع، حبس اللسان عن الشكوى لغير الله، وحبس الجوارح عن فعل المعاصي التي من جنس شق الجيوب وطلطم الخدود، وكذا من جنس فعل المحرمات عشان ينسى. يبقى يعمل ايه؟ يشرب خمرة مخدرات عشان يهون على نفسه، بس انا متضايق راح جاي اشرب السجاير. وانت هتعمل لك ايه السجاير؟ هتزود ضيق صدرك. فلتحتسب تطلب الاجر من الله على المصيبة، لان الصبر يؤجر عليه صاحبه بغير حساب. فليحتسب الانسان مصيبته وما صبر عليها عند الله، وكونه قد فقد شيئا فأرجى الأجر من الله وطلب الإخلاف منه، فهذا يؤجر على ذلك. فإذا فعل ذلك ذهب عنه الألم، لذلك هذا أفضل ما يعزى به. باب ما ورد في طاعة المرأة للزوج. أنا مش عارف منين جايبها. عن أنس قال، يعني هو جايب حديث ما لا أدري ما يعني من أين أتى بها، إلا أن هو يكون يقصد يعني أن المرأة لو حتى مات ابنها فأرادها زوجها على نفسها فلتسمع ولتطع. لكن هي الحقيقة هي اللي إيه؟ ده هي اللي أعدت ذلك. عن أنس قال: اشتكى ابن لأبي طلحة فمات وأبو طلحة خارج. طبعا أم سليم هي أم أنس، وأبو طلحة زوج أمه، كان يقول له أنس يا أبتي، وأنس يتيم رضي الله عنه، بس كان بيقول له يا أبتي تأدبا، لكن هو زوج أمه. قال: فمات وأبو طلحة خارج ولم يعلم بموته. فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، هو في الحقيقة الروايات اللي في الصحيح غير هذه، قالت وار الصبي، يعني قالت لهم ادفنوه، قالت وسكنته، قالت يعني سكنته زي لسه جاي اهو. قالت وارو الصبي، قال هيأت شيئا ونحته في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. حاجة مش واردة في يعني في نوعيات ما نعلم من البشر. هدأت نفسه تعريض فعلا للنفس قد هدأ، ونرجو أن يكون قد استراح، وده الأدب العظيم، نرجو أن يكون قد استراح وليس هو استريح فعلا. قالت نرجو. فظن أبو طلحة أنها صادقة، هي صادقة بس إيه تعرض للكلام، والتعريض قد يسمى كذبا، كما قال إبراهيم: إني كذبت ثلاث كذبات ثنتان منهما في ذات الله. قال: ثم قربت له العشاء ووطأت له الفراش. الروايات الثانية فيها تزينت، يعني هي رضي الله عنها يعني قصدت إلى ذلك. ده حاجة تبقى موجودة فين دي؟ موجودة أصلا ما تقرأش في ذكرها. حاجة فعلا والله العظيم عجيبة من الحكمة البالغة. ممكن يحمل عنوان الباب صحيح على الصبر، حسن التباعد والصبر. أنا قلت هو ده المقصود، إنه لا هو بقى الباب انه عندما وطأت له الفراش فلما اصبح اغتسل. قال ممكن يقصد يا شيخ ان الفعل نفسه وارد ان هو يحصل مع مصيبه زي دي، يعني اللي فعل ما هو ده المقصود، يعني ان هي عانته على ذلك، لكن وعندما طلبها لم تقل له ابني ميت، ازاي انت بتتكلم في الكلام ده دلوقتي؟ انا اعرف ناس مثلا زوجوها يطلبها تقول له ما احنا خلاص كبرنا بقى، ما كفايه كده، هو بالك اذا مثل هذا الكلام لا. فهي رضي الله عنها فلما اصبح اغتسل، الروايه دي فيها يعني تعريض، ولكن الروايات الاخرى فيها تصريح بانه عاشرها.
فلما أراد أن يخرج أعلمته بموت الغلام. قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن أهل بيت أعاروا عاريتهم، لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فأرادوا عاريتهم أو طلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني؟ غضب من ذلك يعني، فذهب فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بما كان منها. يا رب يا رب ارضى عنها يا رب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله أن يبارك الله لكما في ليلتكما. في الرواية الأخرى: اللهم بارك لهما في ليلتهما. استحسن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أم سليم، لأنها تطلب الخلف من الله، تطلب أن يخلف الله عليها غيره من الأولاد. فجاءهما 9 أولاد. دي الرواية دي مختصرة خالص يعني، كلهم قرأوا القرآن. لا، هو الحديث اللي فيها تفصيل أكثر أنه ولدت غلاما، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم أنس وحنكه وسماه عبد الله. وقد رأيت الحديث أنا يقول: رأيت له 9 من الأولاد كلهم قد حفظ القرآن. أولاد عبد الله ده أولاد يعني أحفاد أم سليم. رجل مبارك، صار رجلا مباركا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلامة ذلك أن أولاده قد قرأوا القرآن. باب ما ورد في هلاك المرأة وتعزية زوجها. هلاك المرأة يعني موتها. حتى إذا هلك قلتم، مش هلك دي معناها أنه هو مات حاجة وحشة، لا، هلك بتستعمل على معنى الموت. سيدنا يوسف مؤمن آل فرعون قال: حتى إذا إيه هلك، يعني مات. عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر يعني، عائشة تبقى خالته، قال: هلكت امرأة لي، فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبة بيحبها، فماتت، فوجد عليها وجدا شديدا، حزن حزنا شديدا، حتى خلى في بيت وأغلق على نفسه واحتجب، مش عايز يشوف حد، ما عندوش حد زيها، فلم يكن يدخل عليه أحد، فسمعت به امرأة من بني إسرائيل، فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها، ليس يجزئني إلا أن أشافهه بها. ولازمت بابه، فضلت لازقة على الباب، لازم هو اللي يكلمني مباشرة. فأخبر بها فآذن لها، فقالت: أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حليها، فكنت ألبسه زمانا، ثم إنها أرسلت تطلبه، أفأرده إليها؟ قال: نعم. قالت: والله إنه قد مكث عندي زمانا، بس هو بتاعها. فقال: ذاك أحق لردك إياه، يعني طالما أنه قاعد عندك كتير يبقى لازم ترجعيه بقى. فقالت له: يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك؟ نفس الفكرة التي قالت إيه أم سليم عن ابنها. قال: فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. أخرجه مالك. طبعا مالك عن القاسم ده شيخه، القاسم شيخه مالك، اسناد ده على شرط البخاري ومسلم. ها اسناد ثلاثي كده. آه. لا ده ثنائي يعني، هو خبر اسرائيلي طبعا بس حسن. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.